بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكر شيخنا الفاضل وحبيبنا الشيخ ناصر على منحي فرصة أن أكون معكم في هذه المساحات الجميلة الرائعة، وأسأل الله تعالى له دوام العز ويرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن يكرمنا الله عز وجل ونراه من علو إلى أعلى بإذن الله تعالى. أصحاب الكهف هم عبارة عن فتية خافوا على دينهم، فطلبوا من الله عز وجل أن يؤتيهم من لدنه رحمة وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. كانوا يتمنون الفرج وكانوا يتمنون الخلاص، فجاءهم فرج لم يكونوا يتوقعونه. كانوا يتوقعون أن مثلا يأتي أحد قافلة تحملهم، أحد ينصرهم، أحد يساندهم. لم يكن يدور في خالدهم أنهم سيموتون 309 سنوات، طبعا ميتة صغرى وليست ميتة كبرى، يعني هذا لم يكن في حسبانهم أبدا. فجلسوا في ذلك الكهف 309 سنين، وقذف الله عز وجل عليهم هيبة وأغفل الناس عنهم حتى أنك تحسبهم أيقاظا وهم رقود، وكان كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ولئت منهم رعبا، وهذا من حماية الله عز وجل لهم. لاحظوا معي يا إخواني أن هؤلاء الفتية لما دخلوا في الكهف وقاموا بعد نومتهم الطويلة كانوا يتساءلون فيما بينهم، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني يا يوم يا أقل من يوم. طبعا بدأوا يتشاورون يبغون أكل، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فيأتكم برزق منه، وانتبهوا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. تلطف يعني يروحون بخفية ولا أحد ينتبه لكم، بعدين يشوفوننا، بعدين يمسكنا هذا الحاكم وهذا الوقت. الآن هم ما كانوا متوقعين أنهم ناموا 309 سنوات. طيب إيش تعطيك هذه الحوار اللي دار بينهم؟ هذا في دلالة جدا جدا دقيقة مهمة، هي أن أشكالهم لم تتغير، أشكالهم لم تتغير. سبحان الله، يعني الإنسان الآن لو جلس 10 سنوات لم يحلق شعر رأسه، ما الذي سيحدث فيه؟ لو يجلس 10 سنوات لم يقلم أظافره، ما الذي سيحدث فيه؟ لو يجلس 10 سنوات نائم على ظهره في مكان ما، ما الذي سيحدث في جسده؟ سيتصلب، سيتمزق جلده، ستحدث له أمراض ومضاعفات. يعني هل ممكن يستطيع إنسان يجلس 10 سنوات وهو لم يقضي حاجة لا بول ولا غائط أكرمكم الله؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هؤلاء الفتية لما فوضوا الأمر إلى الله وتقبل الله عز وجل منهم ذلك وتولاهم بحفظه ورعايته، عطل الله تعالى كل السنن الإلهية، كل السنن الكونية من أجل أن يحميهم. وهذا معنى دقيق يعلمك ما معنى احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك، إن من يتولاه الله عز وجل ويكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يتولى أمره، والله لن يقف أمامه أي شيء عسير. عندما يكون هناك ثقة بربه، وعندما يكون حسن ظن وحسن توكل وحسن تفويض، فيتولى الله أمرك ويدبر الله أمرك، سوف تجد أن حياتك تتصلح بشكل لا يخطر لك على بال. هذا المعنى هو الذي أنا أفهمه من قصة أصحاب الكهف الفتية. الفتية هؤلاء كان ظنهم بالله حسن، فما خيب الله ظنه، أنا عند ظني عبدي بي. هؤلاء الفتية أرادوا خيرة من الله لهم، فكانت الخيرة فيما لا يتوقعون أن يموتون. ولذلك أنت أيها الإنسان عندما تستخير الله في أي أمر من أمورك يجب أن يكون عندك ثقة أن الله تبارك وتعالى سيختار لك ما هو خير لك، فالله يعلم وأنت لا تعلم. هناك أمور في هذا الكون أنت تظن أنها خير وهي ليست لك بخير. ولذلك سبحان الله، هذا المريض الذي يبتلى بالمرض طول عمره ويضجر على ربه ويمل، لماذا تضجر ولماذا تمل؟ إن من عبادي من لا يصلح إلا المرض. هل أنت مستشعر هذه الحقيقة؟ فإلى كل مريض وإلى كل مهموم وإلى كل مكروب وإلى كل إنسان حتى ولم يكن فيه شيء،
إذا فوضت الأمر إلى الله احسن ظنك بالله، وثق أن تدبير الله أفضل من تدبيرك، وأن ما يختاره الله عز وجل لك هو الخير بعينه. لماذا علمنا دعاء الاستخارة في أمورنا؟ أستخيرك بعلمك، أنت الآن تستخير الله بعلم الله، وهل هناك أعلم من الله عز وجل؟ أستقدرك بقدرتك، لأن أنت تفوض الآن الأمر للذي على كل شيء قدير، وأسألك من فضلك العظيم، وهل في حد لفضل الله عز وجل؟ أليس هو الله الواسع العليم، واسع العطاء، واسع الرحمة، الواسع في كل شيء جل جلاله؟ وأسألك من فضلك، فإنك تقدر الآن. شف اعترافك على عجزك وتفويضك الأمر الله، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. شوف الآن هذا التفويض، هذا الذي فعلته أصحاب الكهف، لكن ما جابوا نص الحديث، وإنما فوضوا الأمر إلى الله بقلوبهم. فالله سبحانه وتعالى اختار لهم الخيرة أن يناموا 300 سنة، يعني موتة، وتذهب قرون من البشر، ويتغير كل شيء، ثم يصحون، يقومون أيام ثم يموتون. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يخبرنا بقدرته وكمال عظمته، وإلا لو لم يذكروا في القرآن ما حد عرفهم ولا أحد، ونسيهم الناس. لكن تخليد ذكراهم دليل على أنك يا مؤمن انظر ماذا نفعل بمن يحسن الظن بنا ومن يتوكل علينا، وكيف أننا نعطل كل شيء لمصلحته ولنصرته. عشان كذا أنا أخذ من هذا الدرس أن الله إذا تولاك أدهشك بولايته، وإذا أعطاك أدهشك بعطائه. المهم أن تحسن ظنك بالله وتصدق في تفويض الأمر إلى الله عز وجل. فهذا المحور الأول أدى فيه بارك الله. طيب شيخ عبد الرحمن، أنا عندي تساؤل، يعني قبل تساؤلي شكرا لكل من غرد بالمساحة، ترى مساحة جميلة وطرح راقي من خلال خاصية الزائد الموجودة في الزاوية، لا تنغرد بالمساحة بحيث تعم الفائدة على الجميع. شيخ عبد الرحمن، حول ما تفضلت بذكره من جلسة 309 سنة، جميل. أنا في عندي دائما لبس في هذا الجانب، هل هو يعني موضوع النسيان؟ أنت عارف بعض القراءات يقول لك هم نسوا الفترة اللي جلسوها، ممكن توضح لي هذه الجزئية بشكل أوضح، موضوع النسيان في المدة الزمنية؟ كيف يعني نسيان؟ يعني هم ما عرفوا كم مدتهم، يعني هم كانوا نايمين وقاموا من النوم. نعم، وثمانية سنة كانت عبارة عن يوم أو بضع يوم حتى، صحيح؟ هم ظنوا أنها يوم أو بعض. إليه لماذا؟ لأن أجسادهم لم تتغير وأشكالهم لم تتغير. أنا هذه النقطة المهمة، أن هؤلاء يعني كيف استطاعوا، كيف جلسوا كل السنين هذه ولم يتغير أي شيء في أجسادهم؟ لأن الله هو الذي تولاهم، فتعطلت كل السنن الكونية. السنة الكونية أن شعر يطول، السنة الكونية أن بصر يطول، السنة الكونية أن جلدي ما يتحمل الأرض أنام عليها كل فترة هذه، السنة الكونية أن جسمي ما يستطيع أن يتحمل أن لا يأكل ولا يشرب الفترة هذه. كل هذا تعطل، مثل ما تعطل على يونس في بطن الحوت، ومثل ما تعطلت السنة على إبراهيم في النار، ومثل ما تعطلت يعني الله عز وجل إذا أراد دبر، وإذا دبر أنتهش سبحانه وتعالى. فهذا المقصود. سبحان الله. طيب شيخ عبد الرحمن، اللطف في التدبر أين نجده في سورة الكهف؟ يعني أنا أعتقد أيضا المحور الأول أو النقاش اللي طرحته أنا فيه شيء من لطف الله، صحيح أو لا؟ فبشكل عام، نعم، بشكل عام في سورة الكهف، إذا اليوم بسأل الشيخ عبد الرحمن عن اللطف بعد تدبرنا لآيات الله سبحانه وتعالى، يليت تعطيني بعض الإنارات حول هذا الأمر. تفضل. اللطف بارك الله فيك هو له معنيان، اللطيف، اسم الله اللطيف له معنيان. يعني المعنى الأول أنه يعلم ما خفي من الأمور، في أمور تخفى على الناس لا تخفى على الله عز وجل، وهذا هو اللطف والخفاء. والمعنى الآخر الذي يدبر أمور العباد بالخفاء، يعني يدبر أمورهم من حيث لا يشعرون. فتجد سبحان الله أن الله عز وجل يعني يدبر الأمور أنت لا ترى إلا جزء بسيط من الحقيقة، بينما هناك أشياء كثيرة تدار حولك أنت لا تشعر بها. يعني أعطيك مثال أنت تقع فيه كل يوم، الأكل الذي تأكله الآن، أنت مجرد أنك تروح تشتري السوق، تشتري هذا الأكل تأكله فقط. طيب هذه اللقمة اللي هي رزق قد كتبه الله لك، أليس كذلك؟ وأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها،
وأن هذا الرزق سوف يأتيك. طيب التدبير قبل أن تصلك هذه اللقمة، أن تزرع في الأرض الفلانية ثم تنقل إلى البلد الفلانية ثم تصل إلى السوق الفلاني ثم تصل إليك، هذا التدبير كله من كان يدبره؟ هذا هو اللطف. ثم أنت تأكل اللقمة وتقف، صح ولا لا؟ طيب من الذي يهضمها؟ من الذي يعطيك خيرها ويكفيك شرها؟ ومن الذي يخلصك منها إذا زادت عن حدها؟ هذا هو التدبير. فهناك أشياء كثيرة تدبر في حياتك أنت لا تشعر بها. أن تركب سيارتك وتمشي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كم صرف الله عنك من الشرور وأنت لا تشعر، كم عطل الله عز وجل عنك من الأذى وأنت لا تشعر. من يستشعر هذا الأمر؟ الذي يعلم أن الله معه، وأن الله سبحانه وتعالى يتولاه، وأن الله هو الذي يدبر أمره. هذا المؤمن. ليش إذا طلعنا من بيتنا وش نقول؟ بسم الله توكلت على الله. شوف التفويض إلى الله عز وجل. فلذلك كل إنسان يعني يربط حباله بالله عز وجل ويحسن ظنه بالله، فيه تدابير كثيرة في حياتك. علشان كذا المؤمن إذا أصابته الضراء صبر. ليه؟ لأنه يعلم أن هناك تدبير أعظم مما يراه هو. وإن أصابته السراء شكر. لماذا؟ لأن يعلم أن هذا خير ساقه الله إليه. فالعبد يا أحبابي إما بين ضراء تنزل إليه أو سراء تنزل إليه. السراء بفضل من الله عز وجل، والضراء بحكمة وتدبير من الله. إذن أنت أيها الإنسان تتقلب ما بين حكمة الله وما بين فضائل الله، كلها خير. هذا من يرى هذا الأمر أو يستشعره؟ الذي ظنه بالله حسن. لطف الله في سورة الكهف أنا وجدته في قصة موسى والخضر. يعني لما موسى يظن أنه هو أعلم أهل الأرض فيرسله الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الرجل، الخضر ماذا قال له؟ قال له يعني سأنبئك ما لم تحط به خبرة. يعني في أشياء ما هي في بالك يا موسى عليه الصلاة والسلام. يعني الله سبحانه وتعالى في هذه ما لم تحط به خبرة، وقف عندها شوي أنت. ما لم تحط به خبرة يعني أنت مو شرط كل شيء تعرفه في حياتك، ومهما بلغت من العلم ومهما بلغت من الثقافة ومهما بلغت من كل شيء لا تظن أنك عارف كل شيء في حياتك أبدا، مستحيل. الإنسان من رحمة الله به أن خلقه ضعيف ولم يخلقه قوي. لماذا؟ ليستمر يلجأ إلى الله، ليستمر ينكسر بين يدي الله. ترى هذه من رحمة الله فيك، وإلا لو خلقنا جبارين لأعرضنا عن ربنا، وهذه المشكلة. لكن الله سبحانه وتعالى يريك ضعفك. من أنت يا يونس؟ أنت أصلا كنت نطفة أمشاج، ثم من كونك في بطن أمك؟ من خلقك؟ من سواك؟ من عدلك؟ من أخرجك بهذه الصورة؟ من تكفل برزقك؟ من ساق لك قلب الرحوم وهو أمك؟ ومن فجر لك بعد السرة في بطن أمك واديان من الحليب؟ من علمك أصلا الرضاعة؟ أنت الآن لما خلقت على الدنيا من علمك الرضاعة؟ أمك أو أبوك؟ ما رأيك لو أننا وكل إلينا أن نعلم أطفالنا كيف يرضون؟ بالله عليك ماذا سنفعل؟ ماذا ستفعل؟ مستحيل اللحمة. مستحيل. هذا تدبير الله، هذا هو اللطف. ولذلك ما لم تحط به خبرة، هذه حط تحت ألف خط، لأنك لا يمكن أن تكون محيط بكل شيء. هنا يأتيك لطف الله. شوف مثلا في قصة موسى مع الخضر، يركبون في السفينة، أهل السفينة يرحبون فيهم ويفرحون بالرجل الصالح وهذا النبي الذي معه، ينزل يخر يفسد عليهم سفينتها. موسى ما له إلا الظاهر، خرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. لقد كان هذا ما نراه ظاهرا شرا، لكن كان الباطن في هذا الأمر. ليش؟ وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. شوف الآن التدبير، يرسل الله هذا النبي وهذا الرجل الصالح من أجل أن يفسدون السفينة عشان يحمون حلال هؤلاء القوم من ذلك الظالم. هذا هو التدبير، هذا لطف الله سبحانه وتعالى، هذا لطف أن الله يدبر لهم الأمور. هم ما يشعرون، لا موسى يشعر ولا أصحاب السفينة يشعرون، الخضر يشعر. ليش؟ لأن الله علمه، وإلا لو لم يعلمه الله لما شعر أيضا. يجدون الغلام فيقتلونه. طب ليش قتلت هذا الغلام؟ قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هنا فيه لطف. هذا أبواه مؤمنين، كان يعني خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا تدبير الله عز وجل. هذا الطفل لما يموت وأبوه مؤمنين، أبناء المؤمنين يذهبون إن شاء الله إلى الجنة. فكون أن هذا الطفل يذهب الآن لأنه لن يهتدي ويرزقهم الله خير منه، هذا من صالح الوالدين. طب ألم يبكي الوالدان؟ ألم يحزنا ابنهم يموت وبدون سبب ويقتل
ايش رايك يعني؟ طبعا ما ذكرت الايه هنا ما كان موقف الاب والام، لكن هذا الطبيعي في البشر، صح ولا لا؟ ومع ذلك كان هذا هو الخير لهم وهم لا يشعرون. يذهبان الى قريه فيستطعم اهلها فيرفض ان يضيفوهم. اذا هذا القريه قريه سوء، ما هي قريه خير، لانه كيف ياتيكم الرجل الصالح ومعه هذا النبي ولا حتى تضيفوهم ولا حتى تعطوهم طعام؟ ومع ذلك يذهب فيجد ذلك الجدار الذي يريد أن ينقض فيقيمانه. هنا موسى ما يقول له، يسأله، لا، يقترح عليه اقتراح، ليه؟ خايف أنه يعني ما عاد يعطيه الأسرار، لكن كان الاقتراح في غير محله، يعني لو اتخذت عليه أجرا فينبئه بالأسرار. طيب هذا الغل، هذا الجدار تحته كنز، مظبوط؟ أهل القرية أهل خير ولا أهل لؤم يا حسام؟ ها، أهل القرية لؤم، والدليل على نعم. أنهم لما استطعموهم أي أبو يضيفوهم، إذن هذا ما فيهم خير. إذا ما فيهم خير على هذا النبي وهذا الرجل الصالح وعلى هذا الضيف، كيف راح يكون فيهم خير على هذا الأيتام الصغار؟ مجرد ما يشوفون الجدار يطيح ويطلع الكنز فإنهم سيسرقون هذا الكنز. ولذلك لأن أبوهما صالحا، وهذا من حفظ الله لذرية العبد الصالح، يرسل الله النبي ويرسل معه الخضر ثم يأتون ويبنون الجدار. فهو الآن أصلح حال من؟ أصلح حال الغلامين، صحيح ولا لا؟ طب هو أفسد حال من هنا؟ أفسد حال القرية، أفسد عليهم، لأنهم لو اكتشفوا هذا المال لكان سرقوه ولا نهبوه. لكن شوف تدبير الله ولطف الله عز وجل، فهنا يأتيك اللطف. ما أجمل الثقة بالله أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أجمل الثقة بالله عندما تؤمن بقول الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما أجمل الثقة بالله عندما تعلم أن هناك أمور كثيرة في حياتك الله عز وجل هو اللي يدبرها. والله يا أخوان يعني فعلا لو كشف لنا الغطاء بتدابير الله لنا لذابت قلوبنا من محبة الله عز وجل. إذن هو اللطيف، اللطيف جل جلاله. سبحان الله شيخ عبد الرحمن، من خلال يعني الكلام الجميل اللي طرحته أنا في عندي تساؤل صراحة، سأسكت على نفسي، يعني أنا بخلي نفسي مثال لن أعمم. أنا كإنسان لما ربي سبحانه وتعالى يدبر لي أمور تسر الخاطر أحمد الله وأشكره، وهذا فطري يعني عندي كذا أنا كإنسان. لكن أحيانا اللي أنا أبغى أوصل له كيف أعزز حسن ظني بالله، ثقتي بالله، حتى في الأمور اللي أنا أشوفها كإنسان قد تكون هي شر بظاهرها العام ولكن هناك حكمة خفية. فهمت سؤالي شيخ عبد الرحمن؟ ممكن البعض يستفيد من هذا التساؤل، كيف أعزز هذه الثقة اللي أنت تفضلت وقلتها في مداخلتك؟ طبعا السؤال شيخ عبد الرحمن، ودك تنصحني أنا شخصيا يعني أنا والخير يعم تفضل. الله عز وجل قالها في كتابه، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما زاد علمك بالله كلما زادت ثقتك بالله عز وجل. كلما يعني درست في أسماء الله وصفات الله ورأيت تدابير الله عز وجل ورأيت بعين المتبصر وليس بعين الناظر فقط، يعني عندما تتأمل في اسم اللطيف، عندما تتأمل باسم المدبر الخبير، عندما تتأمل بقول الله تبارك وتعالى مثلا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. شوف الخبرة والبصيرة، عندما تتأمل هذه المعاني وتفهمها تزداد ثقتك بالله، أنه ما في شيء في الكون هذا عبث أبدا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. مستحيل، مستحيل أن يكون هذا الكون كله يدار عبث أو يدار من بشر أو من نفسه أو لا 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 لا، هناك ملك يدبر هذا الكون كله. طيب هذا الذي دبر هذا الكون كله أيعجز أن يدبر أمري؟ يعني كلما قرأت في أسماء الله وصفاته كلما زاد حبك لله وكلما زاد ثقتك بالله. أنا أوصي نفسي وأوصيك وأوصي الجميع معي أن تكثروا من سماع دروس في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، واسمعوها، انتبهوا، اسمعوها من الأشخاص الموثوقين، لأن الحقيقة يكثر فيها التأويل، يكثر فيها التشبيه للأسف، يكثر فيها اللخبطة. فحاول أنك ما تسمعها إلا من المشايخ الثقات الذين تثق بدينهم وتثق بعقيدتهم. وصدقني لما تبحر في أسماء الله وصفاته ستجد أن قلبك يتعلق بالله بشكل عجيب ويحسن ظنك ربك. مرة شكرا شيخ عبد الرحمن على هذا التنويه صراحة. وأعتقد أيضا تأمل المخلوقات الله أو التفكر فيها هذا أيضا له تأثير
في 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 تعزيز الثقة. صحيح شيخ عبد الرحمن، بجانب النقاط اللي انت ذكرتها يعني، لكن برضو احنا محتاجين مع التدبر ان احنا نسمع ممن يفتحون لنا تدبر. يعني ترى شوف، انا لما اجلس اناظر في الشمس بدون ما اسمع شخص يعطيني درس عن عظمة الشمس وقوتها وهول ما فيها ما راح استشعر. لازم اسمع من يحدثني عن هذه العظمة علشان انا استشعر هذا الامر. التدبر ترى جميل، لكن يحتاج الى تمرين ويحتاج الى كثرة سماع حقيقة. يعني جميل جدا. جميل جدا. يعني انت تفكر وتامل اسماء الله الحسنى، ولكن هذه نقطة مهمة جدا. يعني ما شاء الله في 300 انسان يسمعنا من خلال اشخاص متخصصين واهل ثقة في هذا الجانب، لان التأويل للاسف في الفترة الأخيرة او في الآونة الأخيرة زاد عن الحد، فهذه نقطة جدا مهمة. احد من بعض الاسماء مثلا المشهورة في التدبر لكن يضغل عليهم الطرح العاطفي، يجب ان تكون حذر. وهذا اذا ما انت عندك خلفية علمية تميز فيها بين الغلط والصواب لا تدخل، لكن إذا كان لا لديك خلفية فهناك بعض الذين يطرحون في الساحات أسماء لهم تأثير قوي، لكن لازم تكون حذر خاصة في مسائل التأويل. من يؤول لك مثلا اليد بكذا والوجه بكذا وهذولا انتبه منها، خذ الشيء على كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أجمل أن تسمع أول حاجة تسمع للشيخ ابن عثيمين أسماء الله الحسنى وصفاته، خذها واسمعها من كثير، هذا راح يأصل لك تأصيل شرعي متين قوي جدا عشان تعرف تميز بين الحق والباطل. ثم بعد ذلك اسمع مثلا زي الشيخ عبد الرزاق البدر، رائع جدا في أسماء شرحه للأسماء، والشيخ الوابل يعني فيه شروح جميلة، اسمع لهم وستجد في غنية بإذن الله تعالى. جميل جدا، يعطيك الف عافيه شيخ عبد الرحمن. قبل ان ننتقل للمحور الثالث، انا فقط احب يعني اشكر راعي ديوانيه ايات الماجد للعود، الله يحفظكم، رفعت تغريدة فيها بعض العروض الخاصة بالماجد للعود. زوروا حسابهم، اطلعوا على بعض العروض اللي موجودة عندهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنهم وظنكم جميعا. شيخ عبد الرحمن، لقصة أصحاب الجنتين، هل يوجد دلالة وموقف تحب يعني أنك تنوه عنه تطرحه لنا؟ أقول لك شاكر ومقدر، تفضل. طبعا في قصة أصحاب الجنتين هذه فيها الحقيقة يعني تنبيه عظيم جدا جدا إلى أن الإنسان لابد أن يحذر على نفسه من ختم القلب. أنا رأيت ختم القلب في قصة أصحاب الجنتين. فيها مثلا واحد كان مغرور، اغتر أحدهم بما معه، ينظر إلى ملكه، ينظر إلى جنته، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يعني شوف سبحان الله، ترى هذا الطرح ليس فقط في قصة أصحاب الكهف، تجده موجود حتى هذا اليوم. بعض الناس سبحان الله العظيم لما يعطيه الله المال ويعطيه الجاه ويعطيه الخير يغتر يظن أن هذا ميزة له عند الله عز وجل أنه أعطاه هذا الخير كله. ما أظن أن تبيد هذه أبدا. صاحبه ينصحه، أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ طبعا هو ما قالوا الكلمة هذه إلا ذاك الإنسان كان مدحه لنفسه ونظرته لهذا الأمر على أنه صاحب ميزة وفيه نوع من الكبر وفيه نوع من الغطرسة، ولذلك صاحبه ينصحه، كفرت بالذي خلقك من تراب. هذاك هل استنصح؟ هل سمع النصيحة؟ ازداد عتوه، قال أصلا ما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أنا متأكد أن أصلا ربي يحبني عشان كذا فتح لي الدنيا وأعطاني كل الخير اللي أنا أشوفه هذا. فصاحبه سبحان الله يواصل النصح، يعني ما في داعي أنك تسهب في هذا الأمر، سأجد خيرا منقلبا. يا أخي انتبه، يا ترك أنت ماشي خطأ، جالس تعمل خطأ صح. يعني هم طرفين، أحد منهم ناصح والثاني يعني كأنه كافر بنعمة الله عز وجل، ويرى أن هذا العطاء الذي جاءه ميزة له من غير الخلق. فلذلك أنا صراحة تعلمت من هذا الحوار أن الإنسان لا يغتر بما أعطاه الله عز وجل. من العباد من يغر حلم الله عز وجل، فتجد أن الدنيا تفتح عليه ومع ذلك يتمادى في غيه، يتمادى في كبره، يتمادى في الاغترار بالمال والجاه. ولو أن الله عز وجل، وهذه ترى مصيبة، ترى من أعظم المصائب أن يكون الإنسان قد ختم الله على قلبه وهو لا يشعر.
لا يشعره الله عز وجل أنه ختم على قلبه، فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. شوف أضله الله على إيش؟ على علم. يعني هو يدري أن حينه هو قاعد يخطي لكن مصر. لماذا؟ سبحان الله، يعني خلاص وصل الحد عنده، وحد الفتور في دين الله وقسوة القلب والسواد في قلبه، أنه ما عاد يستطيع يرجع. ترى في ناس كذا يصل إلى حد ما عاد. شو أبو لهب مثلا؟ أبو لهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبت يداك أنت من أهل النار. ينزل كان باستطاعة أبو لهب أن يقول أنا أناقض قرآنك يا محمد صلى الله على رسول الله، وأنا الآن أعلن إسلامي. ما استطاع. لماذا؟ ختم الله على قلبي خلاص. ولذلك لا تستغرب عندما تجد إنسان مثلا تنصحه ومستمر في غيه، مستمر في ضلاله، مستمر في نشر الشر، مستمر ولا كأن في حساب. ترى أسأل الله له الهداية، لأن هذا مسكين انتهى، ختم على قلبه. تعرض الفتن على القلوب عودا كالحصير، عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. الإنسان ترى لما يكون منهمك في الذنوب ولا يستفيد منه ولا يتعظ ولا يشكر، ومصر على الربا ومصر على الحرام ومصر على نشر الحرام حتى يختم الله على قلبه، من يهديه من بعد الله؟ أنا استفدت صراحة من قصة أصحاب الجنتين إلى أن الإنسان لا يغتر إذا فتح الله عليه المال ولا فتح عليه النعمة. لأن الله عز وجل قال ونمدهم في طغيانهم يعمهون. قد يكون هذا استدراج. ولذلك إذا رأيت العبد تنفتح له الدنيا وهو مصر ومنهمك على ضلاله خف عليه، وإذا رأيت العبد لا يشكر ويجيء أتي له الله بالمزيد فهذا الموفق. لأن الله سبحانه وتعالى وعد وقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنا الحقيقة من قصة أصحاب الجنتين أنا استفيد درس مهم جدا، إلى أني أقول دائما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله يا إخوة لسنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يمكن أن يخطر ببال أحد أنه ممكن أن يتبدل، ومع ذلك كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فننتبه على قلوبنا يا إخوان، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته. نعم. يعني شيخ عبد الرحمن، إذا معلش، إذا أنا من الأشخاص اللي اغتريت بأن الله سبحانه وتعالى حليم علي، يعني لو بتوجه لي أنا شخصيا نصيحة معينة كذا أتبعها، إذا أنا هالشيء هذا موجود فيني كإنسان مغتر بشيء محدد بمال أو بجاه أو بإلى آخر، أنا أقول انتبه. يعني ترى سبحان الله العظيم، يعني شوف كيف أصحى منها، يعني كيف أفوق منها. فهمت قصدي شيخ عبد الرحمن؟ لازم محاسب مفوق. لازم الإنسان دائما يقف يوقف. تعال أنا الآن ماني بصلي والفلوس تزيد، أنا الآن منهمك في شرب الخمر، منهمك في الحرام والفلوس تزيد. لا وقف انتبه. الله عز وجل قال ماذا قال عن المنافقين في تبوك؟ قال كره الله انبعاثهم فإيش؟ فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. شوف كره الله. الشيخ بن عثيمين له كلام جميل في هذه الآية، يقول أحيانا الله عز وجل يكره الطاعة من العبد، يكره الطاعة من العبد فلا يعينه على الخير. ترى هذه من أصعب الأمور، أن الإنسان يعني شوف فيه معيار، فيه مؤشر. إذا أنت تشوف الدنيا منفتحة عليك وأنت ضارب بأوامر الله عرض الحائط، لا انتبه، ترى هذا استدراج، مو فضل، هذا أمر خطير. ليه؟ لأن كل ما عندك هو أصلا من خزائن الله عز وجل. لا تفكر أنه لا بخزائنك ولا بقدراتك، كل ما فيك من نعمة فهي من الله عز وجل. فإن شكرتها وأديت حقها فأنت أديت الواجب اللي عليك. لكن إذا كان النعمة تأتيك والعبد مصر ومنهمك على الذنوب، لا يجب أن ينتبه الإنسان. إذا كان الإنسان لا يرى من نفسه رجعة ولا أوبة ولا قلب أواب، يجب أن ينتبه، الأمر فيه خطورة، هذا استدراج وليس عطاء، لازم ننتبه من هذه النقطة. شكرا شيخ عبد الرحمن على التنوير الجميل اللي أعطيتني. الله يسعد قلبك، يرفع قدرك يا رب. ومثل ما النعم ممكن نشوفها أحيانا سهلة أنها توصل لنا وفي لحظة ممكن تيجينا، أيضا هي في جزء من اللحظة ممكن يعني تختفي من حياتنا تماما، ونندم على بعض الأعمال الإنسان ارتكبها وكانت سبب ممكن في زوال النعمة بشكل أو بآخر. شيخ عبد الرحمن، فيما يخص الأخسرون أعمالا يوم القيامة، ما هو مآلهم؟ طبعا الله سبحانه وتعالى قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، منهم يا رب الأخسرين أعمالا. قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
أنا نزلت أمس تغريدة لقصة صارت لي أنا شخصيا في أفريقيا، ودي أقولها لكم الآن. هذه القصة أني أنا كنت أعمل في مكتب خاص بالأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، وأسأل الله تعالى أن يجعله في أعالي الجنان، ذلك الرجل الذي كنا نرى عطاياه التي لا تنتهي ونحن نصرفها على الفقراء والمحتاجين والإغاثات وأشياء كثيرة جدا رأيناها في تلك البلاد. الشاهد أننا ذهبنا إلى أحد القرى كان فيها مجاعة شديدة جدا، حتى إننا أقمنا فيها مخيم لمدة شهر كامل دخل فيه 500 طفل. كانت مهمتنا فقط أننا نعيدهم إلى الوزن الطبيعي فقط، ما هو يعني نعالجهم حتى يقدرون يعني يواجهون الحياة من شدة المجاعة التي رأيناها فيهم. هؤلاء يوم من الأيام جيناهم وكان عندهم مجاعة شديدة جدا، وأحضرنا معنا تقريبا كان حوالي 35 حافلة، وكل حافلة كان فيها حوالي 20 طن من الأرزاق، ولأن العدد كبير عدد أكثر من 17,000 إنسان. المهم وزعنا الأرزاق اللي معنا وأعطينا الفقراء والمحتاجين، فصعدت على ظهر تبة وكان معي أحد اللي هو الحاكم على القرية أو كذا، شخص كبير في السن ورجل فاضل وعالم من العلماء. فوقفت أنا وهو نتفرج على القرية، فنظر وبدأ يضحك. فأنا استغربت يعني ليش تضحك؟ قال ألا ترى المنظر الذي أراه؟ أنا ما لفت انتباهي شيء، أنا أنظر وإذا يعني عشش، لأن بيوتهم كلها عشش ما فيها لا بيوت، كلها عبارة عن عشش قش، عبارة من رأيتها بيوت الأفارقة. فقلت ما دي أنا ما أرى شيء يعني. قال لا 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 انظر انظر جيدا، ألا ترى أن النيران موقدة في كل بيت؟ قلت يعني وما معنى هذا الكلام أن النيران موقدة في كل بيت؟ قال معناه هذا أن الناس كلهم يطبخون عشر يوم، هذا منظر ما رأيناه من أشهر طويلة، أن الناس كلهم يتعشون وكلهم يأكلون وينامون وينامون شبعانين كل القرية، هذا منظر عجيب. فأنا هنا وقفت وقفة جلد الذات اللي حنا دائما نجلد ذاتنا فيها. قلت يا أخي أخشى أننا من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني قبل ما أكمل القصة يعني بصراحة ألسنا دائما نكرر هذه الآية على أنفسنا؟ ألسنا دائما نؤنب أنفسنا؟ وألسنا دائما كل ما أدينا عبادة ولا طاعة والله ما ندري قبل منا ولا ما قبل؟ ليش تجلد نفسك يا أخي؟ أنت راك أنت تتعامل مع العدل، تتعامل مع الرحيم، تتعامل مع الذي يحب أن يغفر لك، تتعامل مع الذي يريد أن يتوب عليك، تتعامل مع الذي يريد أن يخفف عنك. فخلك يعني خلي عندك حسن ظن بالله عز وجل، لا تجلد ذاتك كثيرا، لأن جلد الذات هذه يخليك محبط، ما يخليك إنسان تقدم وتقبل وتقدم الأكثر. الشاهد أني قلت له هذه الآية الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. وقفت مسك يدي بقوة وقال أكمل الآية. قلت أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقال لي أكفرت بآيات الله؟ قلت لا والله. قال أحسن ظنك بالله، أحسن ظنك بالله. فعلا لازم نازم إحنا لازم نحسن ظننا بالله. العبد الذي يكفر بآيات الله هذا لا يقام له وزن يوم القيامة، وهناك عبد لم يكفر بآيات الله مسلم لكن عنده مصيبة ثانية اللي هو المفلس. الذنوب يا أحبابي نوعين، ذنوب بين العبد وبين ربه، مثل إنسان تأخر عن صلاة، إنسان شرب خمر، إنسان هذه ذنوب بينك وبين الله عز وجل. وهناك ذنوب بين العباد والعباد، هذا اللي بين العباد والعباد في حقين، حق لله وحق للعباد. حق الله مبني على الرحمة، وربك رحيم، وإذا أول ما تحاسب عنه الصلاة فإن صلحت صلح العمل كله، يعني ما دامك تتوب وترجع إلى ربك يبشر بالخير. لكن الحق الثاني حق العباد هذا لا يتنازل عنه ولا بد أن يؤخذ منه. ولذلك تأملوا في حديث المفلس، تدرون من المفلس يوم من المفلس؟ قالوا من لا درهم ولا دينار عنده يا رسول الله. قال لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة ومعه حسنات كجبال دهامة، أو يأتي ومعه صلاة وصيام لكن يأتي والسوى سفك دم هذا، أكل مال هذا، شتم هذا، شوف كلها حقوق ناس، ما هي حقوق بين العبد وبين ربه. فيأتي يوم القيامة أمام الميزان فإذا بحسناته تنتهي اللي جمعها ليه من كثر ما أكل في حقوق الناس، ومن كثر ما خاض في أعراض الناس، ومن كثر ما قذف في أعراض الناس، وإذا بحسناته تطير. فإذا انتهت الحسنات يؤخذ من سيئات فيرمى عليه، هذا هو الخاسر.
إذن الخاسرون عندنا نوعان، أما خاسر أتى بالكفر فهذا أصلا هذا منتهي من من ما يمر على الحساب، على نار، على جهنم على طول العياذ بالله. وإما عبد لا من أمة محمد لكنه ضيع حسناته فيها الناس وقام يوزع عليهم. لازم ننتبه يا إخوان، وأنا هنا أقول يعني أي غيبة أي نميمة أي كذبة أي ظلم أي بهتان فعلنا هو موجود في صحائفنا، موجود ما مسح ولن يمسح، وسيأتي يوم وسيكون فيه يعني اقتصاص منا، مثل ما أن لنا عند الناس للناس عندنا أيضا. فخلونا نخفف يا إخوان، ونفرح نفرح بقول الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. كيف يخفف الله عنا؟ لما يجيك زي رمضان، يعطيك الله رمضان عشان تكثر الحسنات، عشان إذا جيت يوم القيامة يكون معك أرصدة من الحسنات تساعدك أنك تسدد اللي عليك، أنك تكثر من ذكر الله، تكثر من خطى المساجد، تكثر من الصدقات. لماذا؟ لأنك أنت جالس تجلب حسنات تزيد في ميزانك، ثم بعد ذلك تستطيع أن تقضي الديون اللي عليك يوم القيامة. فأسأل الله أن يجعلنا من أخسرنا أعمالا، وأن يجعلنا من أهل الصواب.